بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب اليوم يا الثاني عندنا درس اسمه خصائص الجمع، درس خصائص الجمع، وسوف تعرف بإذن الله على خاصيتين من خصائص الجمع. طيب بداية يا ثاني أبغى أقول لكم معلومة. أنا لدي 3 إخوة أولاد، 3 إخوة أولاد، ولدي أختان بنات. لدي 3 إخوة وأختان، كم مجموع إخوتي كلهم البنات والأولاد؟ كم عندي أنا من أخو وأخت كلهم المجموع؟ أحسنتم، أستعمل عملية الجمع وأقول 3 زائد 2 يساوي 5. أحسنتم، رائعين. طيب أنا مرة ثانية بجي بعلمكم نفس الموضوع هذا، نفس السالفة، وبقول لكم أنا لدي أختان ولدي 3 إخوة أولاد، كم كلهم أخواني وخواتي مجموع إخوتي؟ أحسنتم، رائعين، 5. 5. لحظة ثانية، أنا في المرة الأولى علمتك إن عندي 3 أولاد أول شيء، قلت لكم عندي 3 أخوان، وبعدين علمتكم إن عندي أختين. المرة الثانية أخبرتكم بعدد أخواتي أولا، قلت لكم عدد أخواتي 2 وعدد إخواني 3. طيب هل تغير عددهم مجموعهم؟ هل تغير؟ في المجمل كم عندي من أخو أخت؟ 5. سواء أنا علمتكم الأولاد أول بعدين البنات، أو علمتكم البنات أول بعدين الأولاد. واضح؟ واضح يا ثايا أولى، صح ولا لا؟ كلامي صح ولا غلط؟ أحسنتم. طيب تعالوا نشوف، هذه اسمها أحد خصائص الجمع. تتكلم عن إيش هذه الخاصية؟ شوف يا ثاني، أنا عندي 3 زائد 2، صح؟ 3 زائد 2 هذه أعداد أنا أضفتها لبعض، أسميها عددان مضافان، أسميها عددان مضافان. طيب 3 زائد 2 يساوي 5. الخمسة هذه أسميها ناتج الجمع. أحسنتم، أسميها ناتج الجمع. يلا نشوف العملية الثانية، 2 زائد 3، الاثنان والثلاثة هذه شو أسميها؟ عددان مضافان. أحسنتم، والخمسة أسميها ناتج الجمع. أحسنتم، رائعين. طب تعالوا نقارن بين هذه العملية وهذه العملية. في المرة الأولى أنا قلت 3 زائد 2، في المرة الثانية قلت 2 زائد 3، وش سويت أنا؟ أحسنتم، بدلت الأرقام، بدلت الأعداد المضافة، هنا بدأت بالثلاثة بعدين الاثنين، وهنا بدأت بالاثنين بعدين الثلاثة. ولاحظ أن إذا بدلت الأعداد المضافة ناتج الجمع نفسه، 5 هنا 5 هنا. واضح؟ إذا هذه العملية أو هذه الخاصية إحدى خصائص الجمع، أسميها خاصية الإبدال، أسميها خاصية الإبدال. ليش سمتها إبدال؟ لأني إذا بدلت في الأعداد المضافة ما يتغير ناتج الجمع، سواء قلت 3 زائد 2 أو 2 زائد 3، نفس ناتج الجمع يساوي 5، ما يتغير. إذا هذه الخاصية الأولى اسمها خاصية الإبدال. بشوف مثال على خاصية الإبدال. تعالوا نشوف هنا هذه اللعبة. أشاهد هذه اللعبة، شوفي القطعة الأولى من قطع الألعاب هذه، طبعا كل قطعة مقسمة إلى مربعين، المربع الأول فيه عدد والمربع الثاني فيه عدد. يلا نشوف المربع الأول كم فيه من نقطة بيضاء؟ 3. أحسنتم، شوف كتبنا هنا 3. والمربع الثاني كم فيه من نقطة بيضاء؟ 1 2 3 4 5. أحسنتم، إذا نكتب هنا 5. أنا أبغى أجمعهم، أبغى أشوف هذه القطعة كلها كم فيها من نقطة بيضاء، أقول 3 زائد 5 يساوي كم؟ يلا تعالوا نجمعها، هنا 3 4 5 6 7 8، كم أصبح ناتج 3 زائد 5 يساوي؟ أحسنتم، رائعين، يساوي 8. 8. طيب تعالوا نعكسهم، تعالوا نبدلهم، نبدأ بالخمسة أول ثم الثلاثة، شوفوا هذه القطعة الأخرى نفسها بس اللهم نبدلهم. بدأ هنا بالخمسة، شوفوا هنا 5 زائد، وهنا كم نقطة بيضاء؟ 3. أحسنتم، يلا نجمع نشوف يتغير ولا ما يتغير إذا بدلنا الأعداد المضافة، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا ناتج الجمع 8.
ولاحظ يا ثاني، في المرة الأولى لما بدأت بالثلاثة ثم الخمسة أصبح الناتج 8، طب في المرة الثانية لما بدأت بالخمسة بعدين الثلاثة عكسته أصبح الناتج أيضا 8. هل يتغير ناتج الجمع بتبديل الأعداد المضافة؟ أحسنتم رائعين، لا يتغير. هذه الخاصية سميناها خاصية الإبدال، أحسنتم، خاصية الإبدال، وهي أولى خصائص الجمع. طب الخاصية الثانية، إذا أنت مثلا رحت لماما قلت يا ماما أعطيني فلوس، راحت ماما عطتك 5 ريال، بعدين رحت لبابا قلت يا بابا عطني فلوس، قال بابا الحين أنا ما معي صرف، خلاص استني بعدين أعطيك. بابا كم أعطاك الحين؟ كم أعطاك؟ ما أعطاك ولا شيء، يعني نقول أعطاك 0. طب كم مجموع اللي معاك اللي بابا وماما أعطوك إياه كله، كم مجموع بنجمعهم؟ نقول 5 زود عليها 0، كم يساوي؟ تغير العدد اللي معك، 5 ريال تغيرت، زادت، بابا زودها أو أخذ منها؟ لا ما تغيرت، إذن تصبح أيضا 5. طب لو العكس، رحتي لماما قلتي ماما أعطيني فلوس، قالت ماما أنا ما معي صرف، خلاص بعطيك بعدين، يعني ما أعطتك ولا شيء، 0. زائد رحتي لبابا قلتي عطني فلوس، أعطاكي 5 ريال، يلا كم المجموع كل اللي معك اللي أعطتك ماما واللي أعطاكي بابا؟ كم؟ أحسنتم، 5. هل تغير الفلوس اللي معك لما أضفنا لها 0؟ أحسنتم. إذن لو أنا أشوف أي عدد أضيف له 0 لا يغير ناتج الجمع. إذن 0 زائد أي عدد في الدنيا لا يغير هذا العدد. لو أقول 6 زائد 0 6، 10 زائد 0 10، 100 زائد 0 100، 1000 زائد 0 1000. أحسنتم رائعين. إذن هذه هي الخاصية الثانية من خصائص الجمع، ألا وهي الإضافة إلى الصفر، يعني أي شيء نزيد عليه صفر، أي عدد نزيد عليه صفر يعطينا نفس هذا العدد. خلونا نشوف مثال، نشوف مثال على نفس هذه اللعبة اللي عندنا. يلا نشوف هذه اللعبة ولكنها بشكل رأسي، هنا في الأول شيء كانت أفقية والآن رأسية، وحنا في أولى يا ثاني تعرفنا على الجمع الرأسي صح ولا لا؟ هو نفس الجمع الأفقي بس بدل ما أكتب كذا أفقيا أكتبه فوق بعض رأسيا. يلا تعالوا نشوف هذه اللعبة. المربع الأول كم يحتوي من نقطة بيضاء؟ 1 2 3 4 5، شوف كتب لكم هنا 5، هذا العدد المضاف الأول. طيب زائد المربع الثاني كم يحتوي من نقطة بيضاء؟ 0، رائعين أحسنتم. الآن أبغى أجمعهم، 5 زائد 0 كل المجموع كم يصبح؟ أحسنتم رائعين، 5 5 5 زائد 0 يساوي 5، إذا ناتج الجمع هو 5. إذا كان أحد الأعداد المضافة 0 هل يغير في العدد المضاف الثاني؟ يعني لو أنا أضيف 0 لأي عدد هل يغيره؟ لا أحسنتم، لا يغيره. نشوف المثال الثاني، لو نبدأ بالعكس، لو نبدأ بالصفر، هنا ما عندي ولا نقطة بيضاء، إذن 0 زائد هنا كم عندي من نقطة بيضاء؟ 1 2 3 4 5، يلا نجمعها، المستطيل هذا كله كم فيه من نقطة بيضاء؟ 5. أحسنتم رائعين. ليش قلنا 5؟ لأن ناتج جمع 0 إلى أي عدد يساوي ذلك العدد دائما، يساوي ذلك العدد دائما. انتقل إلى مجموعة من الأمثلة. إذا تعرفنا اليوم على خاصيتين من خصائص الجمع، الخاصية الأولى هي خاصية الإبدال، والخاصية الثانية اللي هي الجمع إلى الصفر. تعالوا نشوف، بنأخذ هنا مثال أفقي ومثال رأسي، مثال على الجمع الأفقي ومثال على الجمع الرأسي. يلا كلنا مع بعض نشوف هذه القطعة من اللعب. المربع الأول كم فيها من نقطة بيضاء؟ 1 2 3 4، شوف كتبنا هنا 4، زائد نشوف المربع الثاني، 1 2 3 3 يساوي كم مجموع كل النقاط البيضاء؟ يلا نجمعها، هنا 4 5 6
سبعة، إذن أصبح الناتج سبعة. طب لو أنا أبغى أعكسهم، لو أنا أبغى أعكس، صحني قبل شوي بدأت بالأربعة، الآن أبدأ بالثلاثة وأقول واحد اثنين ثلاثة زائد واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة المجموع كل كم يساوي؟ يلا نقول هنا ثلاثة أربعة خمس ست سبع، الناتج أصبح سبع. ولاحظ لما بدأت أربعة زائد ثلاثة ومرة ثانية بدأت بالثلاثة زائد أربعة بدلتهم، هل تغير ناتج الجمع؟ لا. أحسنتم رائعين. إذن هذه الخاصية أسميها خاصية الإبدال. طيب نشوف هذا المثال نفسه ولكن جمع بطريقة الرأسية، مثال آخر على الجمع الرأسي. يلا نشوف أول شيء، أول مربع كم عندي من نقطة بيضاء؟ واحد اثنان، إذن كتب فوق هنا اثنان، زائد المربع الثاني واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة اثنان زائد أربعة. يلا اثنان زائد أربعة المجموع كله كم؟ قول اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن أصبح المجموع ستة. طيب نعكس، نبدأ بالأربعة أول شيء، نقول أربعة زائد اثنان، يلا أربعة خمسة ستة، كم أصبح الناتج؟ ستة. ولاحظ أني هنا أعداد المضافة، الأعداد المضافة اثنان زائد أربعة، وهنا مرة ثانية أربعة زائد اثنان، هل تغير ناتج الجمع في كل من المرتين؟ لا. أحسنتم، لم يتغير ناتج الجمع. طب السؤال هنا في أتحدث يقول، يقول السؤال في أتحدث، لماذا يكون ناتج جمع اثنان زائد ثلاثة يساوي ناتج جمع ثلاثة زائد الاثنان؟ ليش نفس الناتج؟ ليش نفس الناتج يا ثالث؟ لأن الجمع له خاصية، شو اسمها الخاصية هذه؟ لأن الجمع له خاصية الإبدال. أحسنتم رائعين، لأن الجمع له خاصية الإبدال، واضح؟ طب يا ثاني أنا أقدر أحل أمثلة بدون رسم؟ أقدر أحل أمثلة زي كذا بدون ما يكون عندي رسم ألعاب؟ يلا بناخذ مثال على أمثلة بدون ما يكون عندي نموذج. يلا السؤال رقم ثمانية يقول ستة زائد ثلاثة، كلنا نحط في عقلنا ستة وفي يدنا ثلاثة ونحسب، نقول ستة في عقلنا في يدنا يلا سبعة ثمانية تسعة، إذا كم أصبح الناتج؟ تسعة. أحسنتم، تعالوا نبدلهم، نبدأ بالثلاثة، نقول ثلاثة زائد ستة، يلا نحط في يدنا في عقلنا ثلاثة وفي يدنا ستة ونحسب، يلا ثلاثة في عقلك ستة في يدي، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، كم أصبح الناتج؟ أحسنتم، يساوي التسعة. ولاحظ هنا لما بدلنا في الأعداد المضافة أصبح نفس الناتج، لا يتغير الناتج. نأخذ مثال على الإضافة إلى الصفر بدون استعمال النماذج. صفر زائد ثلاثة، يعني أنت أول شيء ما كان معك شيء، بعدين صار مع أحد أعطاك ثلاثة، كم أصبح كل المجموعة اللي معك؟ أحسنتم رائعين، ثلاثة. طب لو العكس، أنت أول شيء كان معك ثلاثة وبعدين ما أحد أعطاك شيء، كم يصبح اللي معك؟ أحسنتم، أيضا الثلاثة. إذا كذا تعرفنا اليوم على خاصيتين من خصائص الجمع، ألا وهي عنصر الإبدال أو خاصية الإبدال اللي هي لو نبدل في الأعداد المضافة ما يغيرنا في ناتج الجمع، الخاصية الثانية اللي هي الإضافة إلى الصفر، وقلنا أي عدد يضاف إلى الصفر يعطي نفس هذا العدد. أتمنى الدرس يكون سهل خفيف لطيف عليكم، أراكم على خير، في أمان الله.